اسمي إيليا إشاعيشا، من قرية أم واقفة هون، ساكن هون، ولدت هون بهالقرية. انهزموا بعدين لجأوا على سوريا، هون جابونا هون. ما بقول لك، جدي توفى على الطريق وجاي مع الغنم، جايب غنمه توفى على الطريق وحطوا بموصل وكملوا الباقي لهون. كيت تراكنا أول بداية رحلونا، وصلنا بالعراق وطعنا من العراق، لجأونا لهون. لأن سببهم كلهم هني تراك، يعني سبب هجرنا هون أول بداية تراك. أردوغان هو أبو المجازر، يعني بده يعيد، يعني لو ما في حدا يصده بده يعيد إجباري، لأنه هو مو مزبوط. صاحب المجازر من بداية الأرمن والسريان والشوريين، هو صاحب المجازر ولهلا بيعيد هالشغلة. هجماته هدول مو أوادم ومو ناس، مو بشر هدول، لأنه هالناس اللي هجرون وهالأطفال هالدنيا الشتية والكذا، يعني هذا مو عمل إنسان، ولا حتى الحيوانات ما يستعمل، هذا مو عمل بشر. هذا ما كان في أحسن منه هون. هون كنا مبسوطين كيفين، عايشين مع بعضنا كليتنا، ما في أي شيء، إلا من زمان أجى داعش بهدلون الأمور وهل ابن المؤادمي. إنسان ما يعيش إلا ببيته، ما يرتاح إلا ببيته أبدا. يعني إذا يحطوا لي بالقصور، إذا يحطني أردوغان قصره، ما أرتاح إلا ببيتي متواضع، بيت يعني بيت متواضع، ما أرتاح إلا ببيتي. إذا يحطني بالقصر ما أرتاح إلا ببيتي، ولا أن أريد قصره نهائيا. تركيا وهدول كل نفس الشيء، هلا هدوليك إني غير مواصفهم وغير أعمالهم وغير شغلتهم، ما في غير هيك. الأتراك، الأتراك وهن داعش كل نفس الشيء، كله نفس الشيء. لكن الأمم مش شغلتهم، الأمم المتحدة، الصليب الأحمر الدولي، حقوق الإنسان، يعني لازم يطلعوا على العالم اللي هجرت من بيوتها وانسرقت بيوتها وانسرقت شغلتها وانتهك أعراضها. طيب لحسب مين؟ في دول يسوي هيك مثل تركيا؟ ما في إنسان يعمل مثل عمل هذول، ما في إنسان بالكون يعمل أشياء هذا. يسرقوا بيوتهم، يقتلوا أولادهم، والله يهاجرون. شو واحد عنده محاصيل زراعية، الدنيا يروح يحملوا شعير وحنطته كذا ويسرقون، هاي شو هاي؟ يعني وين الأمم؟ وين الدول؟ أحكي مزبوط لا؟ نزحوا أهلنا، جدي كان جاي وحتى جايب غنمه معه وبيوتهم كلها، جاينا على الطريق مشي، توفى صوب الموصل، جاي الموصل شوي توفى، رجعوا وحطوه بالموصل جدي. أما أبوي كانوا أطفال، أمهم وصلتهم لهون، وصلوا لهون وكبروا وتجوزوا، هاي صنعاء كبرن 60-70 سنة هون، مبسوطين، كنا مكيفين نشتغل بأراضينا نحن وجيراننا وكذا، مع إنسان. وبالأخير طلع هذا من جديد، طلعنا بالمرصاد. شو بدنا نسوي؟ والدي نزح من العراق وأجى لهون وركزنا هون، وما نحن ما نريد ننزح كمان، نحن بنريد نعيش هون بأراضينا بأملاكنا بيوتنا بجيراننا بأهلنا، هاي بس، ما نريد ننزح نحن. هجمات همجية، يعني هجمات كل إنسان يعرف، طفل صغير يعرف أن الناس هذول مو مزبوطين، تركيا مو مزبوطة من تاريخ لهلا، من تاريخ أجدادنا لهلا تركيا مو مزبوطة، مو من هلا، من تاريخ أجدادنا لهلا تركيا مو مزبوطة. لو كانت مضبوطة ما تنزح العالم من رأس العين للحسكة وهالقرى كلها تسرقها وتنهبها وتقتل الناس وهالأطفال وكذا. أكثر منك شو بدك؟ الناس همجيين، هاي بتعتبر إبادة جماعية. شو هاي؟ إذا بيضربوا لك بهالمدن بهالقنابل بهالصواريخ بل شو اسمه، يقتل العالم الأبرياء، هاي مو إبادة؟ شون لك شلون مو إبادة؟ هاي إبادة لك. شو هاي؟ إنسان لما يجي يضرب لك مدني، لو يضرب عسكري نقول والله ضرب، بس يضرب مدني ويضرب قرى يضرب بيوت ويهدم بيوت، هاي همجية لك. ايش شوي يعني؟ ما انسان يرضاه. ونحن نريد نعيش بسلم، ونريد تنتهي الشغله هاي، نعيش بيوتنا، نعيش براضينا، نشتغل شغلنا مثل ما كنا بالاول،